الناس من مجلس سعد زغلول وفتش تمويل بالمعاش للاسف الشديد عاملين لي في اليوتيوب. انا ماليش انا ما عنديش نت ولا اي حاجه. انا راجل فقير، انا من الناس المهمشين والفقراء اللي في مصر اللي هم عددهم اكثر من 50 مليون بني ادم مصري تحت خط الفقر، فقر دقه. انا منهم وافتكر انا منهم. انا ولا قاعد في فيلا ولا في شقه نظيفه ولا راكب عربيه حديثه، انا بركب الميكروباصات والمترو، ولا عندي فلوس وعلى معاشي ما يكملش 500 جنيه في الشهر، ومريض عندي انزلاق غضروفي في الفقره الرابعه والخامسه والخامسه والسته والسبعه والثامنه. كل ده بايظ. بقى انفعل الفقرات بتلزق على بعضيها فبتعب. فيقول لك ايه يا راجل ده ممثل؟ ده كومبارسي الاخوان. انا اول حاجه في الجوله الاولى لانتخابات الرئاسه انا انتخبت الاستاذ حمدين شاطر صباحي. انتخبت الدوله ده والله على اقسم بالله العظيم يا استاذ مدحت العدل، مش كده؟ اقسم بالله العلي العظيم انا ما اعرفه ولا يعرفني. انا فتحت كلمه معاك بس ده مش طبلاجي يا ناس، ده مش طبلاجي. ليه بقى؟ راجل مدني، راجل انا كنت معتقد ان هو زعيم الغلابه. ده رمز مرموز قدام حياكل الناس الجعانه، قدام الناس اللي حياكل الناس الجعانه. فصيت في الانتخابات الرئاسيه، صيت طلع الثالث قدامي عند الدكتور مرسي واحمد شفيق. طبعا احمد شفيق ده حسن مبارك بشرطه مش هنتخبه. فانتخبت الدكتور مرسي على اساس ده راجل كان في الثوره وراجل برضه متدين او حافظ كتاب ربنا. الدستوريه باطل، الدستوريه باطل، يعني الجبالي باطل، يعني قوضة باطل، يعني عادي السال باطل. الدكتور مرسي الشعب جابه بنسبه 51.5% او 7 من 10، فرق ايه؟ بسيط ماشي، دي الديمقراطيه. انت هتخرب مصر، اطلع بقى كده مصر، هتخرب مصر، مش يلا بعيد يلا، هتخرب مصر، هتخرب مصر، انت خربت دي امك. هو الراجل ده 4 سنين الشعب هو اللي جابه عشان يا حبيبي بقى تسقطوا، الشعب هو اللي سقطوا الصندوق. دكتور مرسي عمل الاعلان الدستوري ليه؟ من الاخر عشان يحصن الجمعيات التاسيسيه من الحل ومجلس الشورى من الحل. كان يوم 2 ديسمبر النهارده كانت المحكمه ديت كانت هتقول ايه؟ حل مجلس الشورى والجمعيات التاسيسيه من الاخر. فالراجل ده حصن، ده رئيس الدوله، ده رئيس الدوله، واخد بالك؟ ده جاي من الشعب، هو اللي جاي، الشعب هو اللي جاي. وعامل كمان ايه؟ الفضائيات بقى على كيف طول الليل فرشه الملايات الفضائيات. انتوا كنتوا هتصلحوا مصر كده يا جماعه كده، بتخلي الصوره السوداء كلها، ادي نظره امل للناس. اما كل سود سودة سودة. وزارة الداخلية للأسف الشديد مفروض كان عملنا ثورة، يعني تطهير، يعني تنظيف، ولا حصل تطهير ولا حصل تنظيف لغاية وقتنا هذا. وبعدين يجوا بقى ايه يتطاولوا رمز الدولة. ده ماليش دعوة بالدكتور مرسي، ده رمز الدولة، رمز الدولة، رمز الدولة. اجي اتريق عليه عيل عنده 20 سنة يقول ايه؟ مرسي ده دكتور استاذ جامعة، مرسي ده رئيس الجمهورية، مرسي ده فاشل، ده انا هنخلعه يوم 25، ده مش عارف ايه. ويجي واحد مذيع يقول لك ايه؟ ده زعيم عصابه المجرمين. ايه ده؟ واخد بالك؟ محمود سعد يقول لك ايه؟ اعمل لي 3 شتمات، 3 شتمات ابيحه في الدستور. ايه ده؟ وتاني وغيره وغيره. ايه ده؟ الاعلام هذا ده اعلام فاق بيطبل ويزمر لغايه دلوقتي لمحسن مبارك وعصابه. مش هنسيبك يا جبان، مش هنسيبك يا جبان، نسيت الدرس بتاع زمان.